لو هنروح لأخبار نادي الزمالك، أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك إن محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لنادي الزمالك أجرى جراحة ربيط الرباط الصليبي بنجاح بأحد المراكز المتخصصة في ألمانيا. وقال كمان دكتور محمد أسامة إن الطبيب الألماني قام بإجراء عملية إعادة بناء الرباط الصليبي لمحمد عبد الشافي. وأوضح رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك إن العملية اللي أجراها عبد الشافي تمت بنجاح وحالته الطبية جيدة. قال كمان دكتور محمد أسامة إن اللاعب هيبتدي مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل خلال الفترة اللي جاية وفقا للبرنامج الخاص اللي هيتم وضعه بالتنسيق مع الطبيب الألماني. نروح لخبر تاني خاص بنادي الزمالك. اتفق مجلس الزمالك على عدم فتح ملف تمديد عقد أحمد مصطفى زيزو إلا بعد أن ينهي مجلس الإدارة من أو ينتهي من تجديد عقد اللاعبين اللي بتنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي. وطبعا زيزو من أبرز اللاعبين في الزمالك اللي لسه ما تمش تجديد عقودهم حتى الآن، كمان من أبرزهم عواد صبحي، محمود علاء، يوسف أوباما، عبد الشافي. انتهى المجلس من تجديد عقد الشيكابالا، وقبل منه كان أحمد فتوح. يعني هو ماشي بخطأ ثابتة. شايف مجلس الزمالك إن الأولوية حاليا في الانتهاء من ملف تجديد اللاعبين اللي هتنتهي عقودهم، بعدها يتم الاتفاق مع زيزو على تمديد عقده مع النادي، خاصة وإن مازال ممتد حتى نهاية الموسم المقبل.